خلاص صار وايد. ارفع وجهك ارفع وجهك غمضي غمضي ايوه ارفع وجهك بس خلاص 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 صحيح ليش صحيح. السلام الله وبركاته معكم راكان سليمان من قناة حبايبكم. اليوم رجعين لكم في حلقة جدا اسطورية. خلنا نعرفكم على كادي وجوري. طبعا اليوم في تحدي اسطوري جدا خرافي بتكلمين عنه. راح يعطون وجههم اوكي في لا لا دقيقه 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 دقيقه. طبعا هذه يا شباب كنت بحطها انا بس كان هنا بيحطها ركان بس ما اقدر. شوف شلون ناظروا ها يعني تمام اوكي. لا خلوا تمام. شخصيه الولد انت شخصيه البنت. طبعا راح نبخخ يا شباب هذه ثلج هي الثلج راح نبخخ هنا اوكي. طبعا التحدي مره مشهور معروف مره 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 فقلت اسويها لهم لانه هم اطلبوها البنات خاصه كم لعيونكم بشتريها عشان اصورها لهم. اكتبوا لنا تحت بالكومنتات من تتوقعون يفوز كادي او جوري. انت سعد توقعت من تتوقع يفوز؟ اتوقع جوري. جوري التحدي اللي قبل جوري فازت فانا اتوقع كادي. كادي بتجيب التعادل. يلا جوي انت شد حيلك بعد اوكي. قبل ما نبدا حبايب قلبي اتمنى انكم ما تكسرون باللايك. كم تبون نوصل لايكات؟ 50000 80 لا 50 حلو. نعم 90 لا 50 لا جوري 50 صح عمري قلتها 50 50000 لايك انكم ان شاء الله انكم ما تقصرون. معليش كلش كثير. ان شاء الله انكم ما تكسرون 50000 لايك. خلينا نبدأ بسرعة. أوكي راح نبدأ بسرعة. بس شوفوا في تحدي في قانون هنا أنا عندي أوكي. اللي راح تصقعه تجي بوجهه تصقعه ثلاث مرات هو منهزم. هو شو؟ منهزم. فهمتي وش جوري؟ إذا صقعك الثلج إذا صقعك الثلج بوجهك ثلاث مرات أنت منهزمة. هو مهزم. حلو. مهزم. يلا بسم الله. راح نبدأ. اللي طلع وجهه ترى منهزم. بس فلتك ولا اوكي اوكي. واحد اثنين ثلاثة. دقيقة وش فيك متحمسة؟ خلاص نشيله ذا؟ بنشيله معليش ترى بنعيد التحدي يا شباب. دقيقة لا تدخل البنات معليش خلاص ها انت ها من اللي بيجي؟ انت حط وجهكم اوكي؟ واحد اثنين ثلاثة شوي ايوه حلو جوري خلاص صدق ما له داعي. حلو الحين خلصنا اول جوله والنتيجه واحد جوري صفر كادي. واحد اثنين ثلاثه. وجهك دخلي وجهك دخلي وجهك دخلي وجهك. خليك ايوه خليك. النتيجه الحين واحد واحد اوكي. راح نبدا الجوله الثانيه نشوف لما اللي تصقع ثلاث مرات هو منزل الخامسه. يلا دقيقه واحد اثنين ثلاثه. النتيجة الحين اثنين جوري من هزمة وكادي واحد باقي جوري نقطة. إذا جاها الحين انهزمت اللي فازت كادي. يلا 3 2 1 أكشن. انها يا الرب. خلاص دقيقة دقيقة خلاص تمام شوي وجهك
غمضي 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 خلاص 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 ايه خلاص 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 دقيق دقيق ها 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 من دي من دي من دي خلاص ها وايد ارفع وجهك ارفع وجهك غمضي غمضي ايوه ارفع وجهك بس خلاص 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 ايوه بس خلاص 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 خلي 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 حسينا حسينا يا ماما حسينا 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 يعطيكم العافية يعطيكم العافية على المشاهدة ما قصرت وشكرا لكم دقيقة دقيقة يا ماما خلي خلي اللعبة نلعبها بعد شوي إن شاء الله عجبكم هذا التحدي التحدي خفيف لطيف الكادي جوري وإن شاء الله في أشياء قادمة أقوى من كذا بإذن الله على شوي شوي لا 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 صغيرين حنا لا لا ترى والله رشكم أحبكم الله الله تغزل بكم أخس وانت تجوري شو تقولين لهم؟ أموت عليكم ها؟ أموت عليكم ها؟ أنا أموت عليكم أموت عليكم أوه مرا سويت لك أنا أوكي سعود شو تسوي سعود؟ أوكي يعطيكم العافية على المشاهدة شكرا طبعا اخترنا عشوائيا دقيقة لا لا دقيقة اخترنا عشوائيا تاقين تاجين من انستغرام اذا ودك تشارك صور الشاشه حط لنا تاجات في انستغرام باذن الله نختارك عشوائيا بالحلقات الجايه باذن الله وانتظرونا الخميس وانتظرونا يوم اثنين كل يوم اثنين وكل خميس كل اسبوع راح ننزل لكم مقطع جديد في اليوتيوب فتكفون اشتركوا عشان يجيكم تنبيه ان نزلنا حلقه اوكي يعطيكم العافيه كان معكم كان سليمان و كادي جوري الحين تضاربوا كيفكم